طيب خليني أروح مع حضرتك لنشاط رئيس مجلس الوزراء بالأمس واجتماعه بالأمس. رئيس الوزراء بيقول عدم السماح بدخول الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا بعد 15 نوفمبر المقبل. تفاصيل الخبر بتقول أكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع في ظل توافر اللقاحات المختلفة. وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله أو سيكون عليه أن يجري تحليل البي سي آر كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد للتيسير على روادها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص 1 مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا. وخلال الاجتماع أيضا عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقريرا حول الموقف الراهن لفيروس كورونا في مصر والعالم وجهود توفير اللقاحات وتقديمه لمواجهة هذا الوباء. خلينا نتكلم مع حضرتك عن أهمية هذه القرارات في التوقيت الحالي ورؤية حضرتك أيضا لهذه القرارات. طبعا شهدنا من مطلع فبراير من العام الماضي 2020 يعني نقدر نقول التطورات المهمة في ظهور هذا الفيروس اللعين. يمكن كل دول العالم توجهت أولا لتوفير علاج لفيروس كورونا أو كوفيد بتطورات مختلفة وطفرات مختلفة وصولا ل21، ويمكن المخاوف والتقارير الدولية بتحذر من الفترة الجاية من تطور يمكن يكون أشد خطورة من التطورات السابقة لفيروس كورونا. كل دول العالم طبعا حاولت بجهودها الذاتية توفير أمثال ولقاحات، طبعا مشهور منها الصيني ولقاحات أمريكية وألمانية وبريطانية إلى آخره. طبعا كل هذه الجهود بتصب في خدمة شعوب هذه الدول بالإضافة إلى قيامها بتصديرها لدول العالم المختلفة. كانت مصر سباقة في هذا المجال بالمشاركة حتى في البحوث مع بعض الدول بالإضافة إلى توافر الأمثال واللقاحات. طبعا كل التحذيرات التي أطلقت في مصر بتدعو المواطنين إلى يعني الوصول سريعا في برامج توفير اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة المصرية. ده كان عشان ظاهرة إن إهمال الناس لطلب تلك الأمثال أو وجود بعض الصعوبات، ولكنها تم تذليلها مؤخرا وتوافر اللقاحات كما أعلنت الدولة في أكثر من مناسبة. يمكن الخبر الجيد في تلك القضية إن الفترة اللي جاية يعني حتى كل التقارير الطبية الدولية قالت إن هيتحول بعد فترة هذا الفيروس إلى كأنه دور برد عادي، فيجب على لأنه يعني جسم الإنسان في العالم هيتعود عليه وهيبقى زي البرد الموسمي أو الإنفلونزا الموسمية لأن الأعراض متشابهة رغم خطورة كوفيد. طبعا الدعوة موجهة للناس دي الإقبال على اللقاح حتى تنتهي هذه الأزمة سريعا في مصر، وإحنا شفنا في مصر وفي العالم وفي منطقة الشرق الأوسط يمكن بداية عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى بس مع وجود الإجراءات الاحترازية وأيضا مع الأخذ في الاعتبار في تناول اللقاح لأهمية هذا الموضوع، لأنه على الأقل حينما يصاب الإنسان الأعراض بتبقى أخف وأبسط من اللي ما بياخدش اللقاح، وأيضا خلق وتكوين أجسام مضادة مناعية لمواجهة هذا الفيروس بتطوراته أو نسخه المختلفة.
إلى جانب أنه بيكون في صعوبات للشخص أن هو ياخد اللقاح، في ناس أستاذ أحمد بيكون عندها تخوف من اللقاح، لا ده هيأثر عليا بالسلب، لا ده هيجيب لي أمراض مش عارفة إيه، يعني في ثقافة كده منتشرة شوية عند بعض الأشخاص إنه لسه في تخوف من اللقاح، رغم إنه إحنا بقالنا فترة كبيرة ويعني ثبت مدى فعالية اللقاحات الموجودة داخل مصر. ده صحيح، والثقافة دي الحقيقة يعني أنا عايز أقول حاجة بس في الجزئية دي، إن يعني اعتبروا فيروس انفلونزا عادي. يا سيدي انت بتاخد يعني لقاحات كتير، ويمكن حتى في المدارس زمان كانوا في بداية الدراسة كانوا بدون مصل الدرن وغيره من الامصال ل يعني امراض كتير، ويمكن حتى دي افادت ناس كتير حتى في عودة بعض الامراض القديمة التي تصيب الإنسان، يمكن لولا الأمصال دي خدناها زمان، اللي أيضا بتساعد على مدى العمر كله إلى أن يشاء الله بظهور أو فيها أخرى أو حاجات جديدة البشرية بتعيد التفكير مرة أخرى وتبحث عن حلول زي ما حصل في فيروس كورونا. فالثقافة دي الحقيقة لا محل لها من الأعراب، ويجب على الناس أنها تتحرك وتبادر من نفسها، لأن ما حدش عارف بكرة هيبقى شكله إيه في التطورات. صحيح. النسخ الجديدة من هذا الفيروس على الأقل يبقى الواحد يعني واخد تحصين معقول، وفي حالة الإصابة لا قدر الله بتبقى الأعراض أخف كتير جدا من الناس اللي ما خدتش اللقاح من الأول يعني. صحيح.